فكرة حلوة عن أنبا توفيق أبونا الحبيب ده، أنا برضو بنعزه أوي، ده أبو البرية وأبو الرهبنة في التاريخ المعاصر. أنبا توفيق الحقيقة الفضل يرجع إليه في الرهبنة المعاصرة. أنا على الأول عايز أقول كلمة حلوة، إن الرواد بتوع الإصلاح أو مدارس الأحد أو الخدمة أو النهضة الرهبانية الروحية في الكنيسة في القرن العشرين كانوا 2 3 4 كده أقولهم بالترتيب. أول واحد كان الأرشدياكون حبيب كيرفس، معروف طبعا ده متبكل أرشدياكون باتول وأستاذ الكنيسة كلها، وأستاذ أنبا شنودة وأستاذ أنبا غرغوريوس وأبو الجيل معلم الجيل حبيب كيرفس، كان عميد الإكليريكية ومدارس الأحد على رأي أنبا شنودة في تأبينه. قال كلمة حلوة، قال كان بيبني بيد الإكليريكية وباليد الأخرى مدارس الأحد. يعني حبيب كيرفس كرس نفسه وكرر كل جهده في الحكم بالإكليريكية ومدارس الأحد. وعاش بتول وتنيح فوق 70 سنة. وتاريخ نياحة حبيب كيرفس ده برضه معروف أو مشهور، أنا أحب عشان نحيي ذكراه، اتنيح في عشية عيد صعود جسد العذراء، يعني آخر صوم العذراء، يعني اتنيح بالظبط يوم 21 أغسطس مساء، يعني عشية عيد العذراء سنة 51 أكيد كده. دي نياحة الأرشدياكون حبيب كيرفس، 21 أغسطس يعني عشية عيد العذراء سنة 51. وطبعا الكنيسة كلها ارتجت لنياحته، وكان الأهرام وقتها بقى أعمدة يوميا، قعد أعمدة نعي في الأهرام في الوفيات عن حبيب كيرفس، كنايس كلها ومدارس الأحد والإكليريكيات وكله نعي للأستاذ الجيل ورائد الجيل حبيب كيرفس. الحقيقة يعني البلد ارتجت لوفاته، كان راجل عظيم بمعنى الكلمة. ده حبيب كيرفس. اللي بعديه بقى برضه احتضن مدارس الاحد ورهبان المثقفين، وكان ابو النهضه برضه بعد حبيب كيرفس، هو ابونا مينا المتوحد في مصر القديمه. ابونا مينا المتوحد في مصر القديمه اللي هو البابا كرولوس فيما بعد، بس من هو ابونا مينا كان الخدام والشبان يروحوا يعترفوا عليه، وبنى جنب كنيسه مريمين الزهراء وجنب المقر بتاعه بنى بيت للطلبه المغتربين، للشباب والطلاب المغتربين. شفت يعني بعد النظر بتاعه، قال لك دول شباب مغتربين نربيهم في هذا الكنيسه، يحضروا معنا قداس وعشيه كل يوم ويصلوا ويتناولوا ويعترفوا، وبعد كده يروحوا اشغالهم او كلياتهم او دراساتهم. فابونا مينا المتوحد هو برضه من رواد الخدمه في القرن العشرين. حبيب كيرفس يليه قلنا ابونا مينا المتوحد اللي هو البابا كرولوس. والحقيقه اللي عرفنا واللي عرف الناس بيه ابونا صليب سوريان اللي هو كاهن الجيزه العظيم، لان يبدو فيه صله قرابه بعيده وبلديات بين ابونا صليب سوريان والبابا كرولوس. يا صله قرابه وبلديات، المهم يعرفوا بعض من زمن قوي. فاللي اشرنا الحقيقه على ابونا مين بتاعنا هو ابونا صليب سوريان اللي هو عميد مدارس احد الجيزه وابو الجيزه كلها. ده كان بيقول لنا ان ابونا مين المتوحد في كنيسه مريمين الزهراء، ده مبروك تروحوا له. فكنا نروح بقى نحضر قداسات ونصلي ونعترف ونتناول عنده. وكنا بنشوف عنده كمان مين، انا دي حاجه افتكرتها دلوقتي لاول مره، دي نقطه مهمه قوي. تقريبا ده هو بيعمل قداسات كل يوم على المذبح الابني، لكن لما بيجي ضيوف او رهبان تانيين ولا كهنه ولا اساقفه يسيب لهم يصلوا في المذبحين التانيين. في 3 مذابح في الكنيسه، هو يبتدي بقداس البدر الابلي في المذبح الابلي، قداس بدر يوميا ده لازم، وعشيه كل يوم طبعا. وبعد كده لما يجي ضيف يخليه يصلي في المذبح الرئيسي او البحري. فكان برضه من ضمن اللي واخدين يوم في الاسبوع ابونا مكاري سرين هو المتناحي انبا صموئيل، كان من ولاد ابونا مين المتوحد واللي رهبنه، يعني ابونا مكاري اللي هو انبا صموئيل اللي رهبنه ابونا مين المتوحد، رهبنه في مصر قديمه بس على دير انبا صموئيل، كان اسمه مكاري الصمويلي. وبعد كده جه عندنا دير سرين غير شكله بس مكاري السورياني، اللي بعد كده بقى اسقف انبا صموئيل وثلاثه اسقف مع انبا شنوده اسقف الافريقيه. فكان بقى
أبونا مكاري له يوم يروح يصلي في مصر قديمة، له يوم أبونا ده له يوم ومذبح. وكان من ضمن بقى اللي بيروحوا أبونا ميخائيل إبراهيم القديس اللي هي صورته موجودة هنا، واللي كان أب اعترافنا وأب اعتراف البابا فترة من الفترات. فأبونا ميخائيل إبراهيم برضه كان له يوم في الأسبوع، مش عارف السبت ولا إيه، كان لازم يروح مصر القديمة عند أبونا مين وتروح يصلي. القديسين مع بعض يعني أبونا مينا قديس وأبونا ميخائيل إبراهيم قديس، فاهمين بعض والقديسين كاشفين بعض وعارفين سر بعض. ده دليل على قداسة الاثنين، ان ابونا ميخائيل إبراهيم كان لازم كل اسبوع شوف يركب من شبرا مواصلات. طبعا ما كانش فيه عربيات، ما كانش كثرة العربيات دلوقتي، لا حد من شعبه عنده عربية يوصله ولا هو عنده عربية، كان يركب المواصلات ترام من شبرا لغاية مصر القديمة. كان الترام وقتها بقرش سعر ايامنا، في من شبرا لغاية مصر القديمة يروح ابونا ميخائيل ومعاه الشنطه اللي فيها تونيته يصلي قداس مره كل اسبوع لازم في مصر القديمه. دي نقطه مهمه، دي عايزه عشان بقول الاثنين قديسين، ابونا مينا المتوحد اللي هو البابا قدس قديس وابونا ميخائيل ابراهيم قديس، وعارفين بعض وكاشفين بعض وحاجه حلوه قوي. وكان زي ما بقول ابونا مكاري السوري اللي هو انبسط من له يوم وابونا ميخائيل له يوم وهكذا بقى. وكان لما يروح اي كاهن ضيف ولا راهب ضيف ابونا مين يعزم عليه يقول صلي، شفتوني في الهيكل وروح صلي قداس، والحمل موجود. وكان ابونا مين هو اللي بيعمل الحمل كل يوم، يعني شوف يدق يعجن العجين بالليل يوم الفجر يخبز القربان وبعد كده يغسل وشه ويغير الجلابيه يروح على القداس، يعني كان هو يعجن يدق القربان ويعجنه ويخبزه وبعد كده يصلي قداس كل يوم وعشيه كل يوم. ومع ذلك كنت في أي وقت الواحد يروح يلقاه موجود أبونا مين المتوحد فاتح بابه أو قليته والصليب في إيد وقربات الحمل في إيد باستمرار. كان أنا اللي واحد ما يروح يحط الصليب على رأسه يبارك ويجي له لقمة بركة من لقمة الحمل اللي في إيده. أقول لكم برضه حاجة لطيفة قوي عن أنا محبيت أترهب، أنا كنت وقتها صغير وحبيت أترهب بعمل إيه، قلت طبعا ما أقدرش أجي الرهبانة ولا الأديورة وأسلك الاتجاه إيه لما أخذ بركة ورأي أبونا مين المتوحد كنت أستشيره، اللي هو ده الراهب الوحيد اللي أعرفه راجل بركة وما شفته. كان أب اعترافنا أبونا مكاري السريان اللي هو أنا بصميم بيعترف عليه ووجهنا له، أبونا الصليب سوري الأستاذنا في الإفريقية قال لنا عليه، فطبعا هو ده البركة. فأنا لما تجيلي فكرة رهبانة لازم أروح أستشير. فشوف بقى اللي حصل، انا اتفقت مع ربنا بالسر، وعلى فكره سرا وصمتا ما قلتش لحد ولا فتحتش بوقي عشان حد عدو الخير ما يسمعش اللي انا ناوي عليه. صليت سري كده قلت لربنا ايه، انا هركب بقى الترام من شكرا لمصر القديمه وهروح لابونا مين المتوحد واقول له كلمه واحده بس، وانت يا رب ضع في فمه الرب او النطق اللي انت عايزه بالنسبه لي. انا هقول يا قدس ابونا انا عندي فكره رهبنه، ايه راي قدسك؟ هترهبن ولا لا؟ ودلوقتي ولا بعدين؟ وهترهبن فين؟ يعني هو هيجاوب على الاسئله دي، ده هو كلمه واحده بس. اقول يا قدس ابونا انا عايز اترهبن، ايه رايك؟ ويا رب الرد اللي انت اللي هينطق بيه انت ضع في فمه وفي قلبه الرد اللي انت رايد بيه بالنسبه ليا، انت عارف نيتي وانا طالب وجه الله ماليش اي غرض غير الرهبنه السليمه. وفعلا ركبت الترام لقرش ساهم من شبرا لمصر القديمه ونزلت وبعدين خدت المترو، كان وقتها قطر حلوان ما كانش بقى منتو، كان قطر وقتها مش مترو انما هو نفسه القضبان. عديت الشريط القطر ورحت كنيسه مارينينا وانا وضع كتاب الكلام ده، قلت يا رب ويا رب الاقى فاتح ان جايز يكون سر قداس وطلع يرتاح شويه لانه طول النهار الشغل ومؤدات وكده. فلسه دخلت من باب الكنيسه لقيته هو ابونا مينا متوعد طالع من القداس لسه، وافتكر معاه في يد الصليب وفي يد قربان حمل. فدخلت سلمت عليه وقعدته كده لوحده، ما يسلم عليه قبل ما يقول اي كلمه يحط الصليب على راسه اللي في بالكو ويديله قمه بركه. فانا عملت قبلت ايده وقبلت الصليب وحط الصليب على راسي باركني واعطاني لقمه البركه. قلت له زي ما اتفق مع ربنا، قلت له الكلمه دي يا قد سابونا، وانا كنت بقول لك وقتها صغير في السن شفت الرد بتاعه، قلت له يا قد سابونا انا عندي فكره رهبه انا عايز اترهب، ايه راي قدسك؟ انا قلت هشوف هيقول استنى شويه ولا بلاش ولا قلت انا قلت كده وشوف رد. عارف رد ايه بقى؟ بقول لك رد متضايق عجيب قوي. اول ما قلت له كده راح
حط السريتان على راسي وصار ده صار وافتكر قال جزء من المزمور المزمور الكبير اللي تاني قطع بتاع بما يزكي الشاب طريقه، القطعة الثانية في المزمور الكبير عشان حاجة تليق مناسبة للشباب، يقول صلوة تناسب كل حاجة، مثلا المريض يقول في المرضى مثلا أو إنجيل الغروب وعند غروب الشمس كان كل مرضى بأنواع أمراض وهكذا، المريض يقول له كذا، المسافر يقول له كذا، يقول عايز يترهبن أو شاب يقول له بما يزكي الشاب طريقه. فحط الصليب على راسي كان موجودا عندي فكرة رهبان هي رؤوسك، حط الصليب على راسي من صلى وبعد دقائق كده قال لي ايه، شوف بقى الرد العجيب، لان اتفق مع ربنا ان الرد اللي هيقوله لي اعمل بيه، قال لي مبروك يعني روح واركب دلوقتي الترمواي وشوف، هو الكنيسة ما كان في تليفون، ما اتصلش بالتليفون اللي فيه موبايل وقتها، ما كانش موبايلات اخترعت خالص، بدل ما طلعش قلت ولا قليت ولا مكتبه عشان يتكلم التليفون ولا حاجة، لا يعني طلع من الكنيسة شوف ربنا كشف عنه. قال لي ايه بقى؟ قال لي بقول عندي فكرة رهبانة، ايه رأي قدسك؟ حط الصليب على راسي وباركني وصلى تاني وقال لي ايه بقى؟ مبروك يعني روح بقى اركب الترمواي، روح لك العزبوية هتلاقي قام بتوفيق لابس وقاعد، لابس العلم وقاعد ولابس وجاهز وقاعد من محضر شنطته وقاعد منتظر العربية اللي هتودي الدير. فانت لما تطلع عنده هيشوفك يقول لك يا ابني انت عايز تترعب، انا تقول له ايوه، يقول لك تعالى معايا وهياخدك معاك العربية وتترعب. قال لي كده شفت، قال لي هو بقول لك فجأة يعني انا رايح له فجأة واقول له كده ولا بقول لك اتصل لا بتليفون ولا حاجة. وفعلا وعشان اركب من مصر دي ما لغايه كلوب بيه لغايه العزويه برضه ساعه، الترمايه بيمشي الترمايه زي ما كانت تمشي في مصر بقى ساعه بالظبط، يفضل الترمايه خطوه خطوه، ده يمكن اللي يمشي بسرعه واللي يجري اسرع منه، لكن طبعا ما اقدرش امشي مش من مصر دي مال العزويه. ركبت الترمايه وبعد ساعه نزلني في كلوب بيه، نزلت وعملت تحريمه كده من كلوب بيه في حاره ورا العزويه، ما مشيتش حتى في شارع الكنيسه المرقصيه، قلت قابلني حد من عارف واحنا حبايب كتار وكهنه ورهبان واصحاب، قلت له انا اروح من الحاره لورا العزبويه من كلوب بيه على العزبويه عشان ايه الحق. وفعلا رحت صليت المقصوره، طبعا صليت على العذراء العزبويه الايقونه العجيبه خدت بركتها، وقلت له خليك كوني معايا يا سيدي العذراء انا طالب ديرك يعني، ودخلت لقيت قام بتوفيق بس قاعد لابس نفس العمه ولابس الفراجيه الحرير وقاعد وشنطته جنبي، الشنطه اللي بيحط لنا فيها الشهريات والبركات والحاجات دي، شنطه سودا انا فاكر شكلها كده، الشنطه دي سودا كبيره، وطبعا هو مش بيشيلها بيه اللي بيشيلها الفراش اللي بيوصله لغايه العربيه، وقاعد ومنتظر العربيه، واول ما دخلت قال لي انت عايز ترهبن يا ابني، وعرفت ثلاث الكليريكيه من ولاد انبا صامويل وكده، لكن اهو اللي حصل زي ما قال البابا كل سنه، قال لي انت عايز ترهبن يا ابني، قلت له ايوه يا سيد، قال لي تمام مبروك تعالى معايا انا رايح بس تعالى معايا. فعلا ركبت معاه ورحت شفت بقى، ادي حاجه من نوادر البابا كرولوس اللي ما تشوف عنه، ورحت فعلا وبعد كده اترهبنا ونشكر الله. الكلام ده كان سنه 55، وحتى كان يوم دخول الدير كان قام بتوفيق متفائل بيه، اللي كان فيه مناسبه حلوه انا ما كنتش عارف، عرفت الحاجه دي بعد كده، انا كنت وقتها على فكره كنت لا اهتم للتواريخ ولا حاجه، كنت بسيط قوي، لكن بمرور الزمن بقى بقيت اهتم بالتواريخ والذكريات والمقارنات بقى دي موافقه ايه وده يناسب ايه بتاع. عرفت بعد كده ان اليوم اللي انا دخلت في الدير وركبت فيه مع قام بتوفيق ورحنا الدير 10 مارس كان هو عيد ميلاد قام بتوفيق، فاشتري قام بتوفيق كان مبسوط قوي بعيد ميلاده بقى، كان 55 يعني. انا جيت الدير اول مره للرهبنه، دخلت الدير كان يوم خميس حتى بالاماره، يوم الخميس 10 مارس 55 ده يوم دخول الدير لاول مره للرهبنه بالظبط كده، انا متاكد التاريخ ده اتسرق كمان، قلنا الخميس 10 مارس 55 في نفس اليوم برضو اتريت ابونا مات المسكين لما كان وكيل في اسكندريه واستقال وبعد كده اقيل، واحد من اسكندريه ودمنهور من حبايبه كان برضو اتعلق بابونا متى واتفق مع الرهبنه، فابونا متى حدد له اليوم ده ان يجي في الدير عشان ايه يترهبن، اللي هو داخل مع الدير في نفس اليوم، بس هو جاي من اسكندريه وانا جاي من مصر، اللي هو مين؟ المتنيح الراهب القديس البسيط اللي اسمه منور اللي هو انبا طراوس اللي كان اسمه ابونا موسى السورياني، وهو علماني كان اسمه نبيه لطفي عزيز موسى، نبيه لطفي ده ضرب النيل اسمه هو، انما والده كان اسمه عزيز موسى، كان راجل طيب قوي كان صديق قام بتوفيقه، فنبيه لطفي عزيز موسى ده اللي هو دخل يدير في نفس اليوم معايا، يوم الخميس 10 مارس 55، انا جاي من مصر وده جاي من اسكندريه، وقابلنا كتير في المغربيه بقى، وصلنا كده
يعني مهم قعدنا مع بعض. ويوميها بقى بتوفيق، ده لطيف قوي يعني لما العلمان يوصل كده لاول مره. انا طبعا لما دخلت دير عارف ان انا تلميذ ابو نمتون سؤال بشنوده بمسك المكتبه، فانا اول مره علماني وداخل الدير للرهبنه يمسكوا المكتبه. ابو نمتون اول ما شافني فرح قوي، قال لي انا توفيلوس يا سيدنا ده ابني وتلميذي ده نبيه قوي، ده كان في كليه الطب وسابها هو عنده 16 سنه ودخل الاكليريكيه ونجح وجات جاي للرهبنه، يعني تكريس مبكر من كليه الطب الكليريكية والكليريكة الرهبانة. قال يا سيدنا أنا أضمنه ده ابنه تلميذ وخليه معايا في المكتبة. قال يا سيدنا ما يتبهدلش ولا يتمرمد في المجمع، مالوش هو في حكاية الطبيخ والمجمع والحاجات دي، وأنا أخاف عليه من الناس اللي قدامه وكده، فخليه معايا في المكتبة. وفعلا وأنا تاني يوم جيت دي وأنا علمان الرهبانة أم بشنودة اللي هو أبونا أنطونيوس أعطاني مفتاح للمكتبة، هو معاه مفتاح أنا مفتاح. قال لي تمسك المكتبة اللي هو تساعدني فيه وتفهرس الكتب وتتمرن، عندنا مجموعة أقوى الآباء حلوة. المهم يعني فكانت خبرة حلوة قوي ليا. قلنا بقى نفس اليوم وصل نبيه لطفي من اسكندرية مهندس. أنا بقى مسكت المكتبة خلاص. طب نبيه لطفي بقى اللي هو أبونا موسى ده بقى هيمسكه ولسه علماني. أما توفيق بقى لطيف قوي لما العلماني يحب يشوف يفهم فيه، أنت بتشتغل إيه يا ابني؟ قال مهندس. عملت إيه في اسكندرية؟ بنيت حاجة؟ قال له أي النافورة. أفتكر في نافورة في محطة الرمل اسكندرية هو اللي عملها، شطبها ونفذها قبل ما يجي الرهبنة وجه طوال يعني. قال له حاجة كده معينة في اسكندرية وعملها، أنا مش خبير في اسكندرية ما بفهمش فيها كتير يعني، ما بروحهاش كتير. فقال يا سيدنا أي مشروع النافورة أفتكر في محطة الرمل أنا اللي عملها. قال له طيب يا ابني لسه في اول ليله. قال له طيب يا ابني احنا عايزين نبني سهريج في الدير، عندنا سهريج ارضي. كان زمان السهريج قبل السهريج اللي جوه الدير العالي الحلو ده كان فيه سهريج ارضي بقى مكعب كده على الارض وحنفيه وجنبيه حمام صغير للرهبان، كان حاجه تعبانه قوي. فقام توفيق استموح عايز بقى يبني سهريج عالي كده عشان يغذي الالالي الادوار العليا وكده. قال له تعرف يا ابني تعمل لنا تصميم سهريج؟ قال له ايوه تحت امرك يا سيدي. قال له طب خلاص من بكره تجيب الرسومات الهندسيه ورق وقلم والمسطره والحاجات دي وتعمل تقعد تعمل لنا تصميم سهريج. وفعلا قعد يعمل. جاله بقى واحد راه من المتحزلقين لما لقيه هو لسه جاي علماني مهندس هيشتغل في هندسه، قال له لا يا اخي نبيه لا انت المفروض تموت على العالم لما تيجي هنا دي وتشتغل بنفس شغلتك، لما يبقى عملت ايه؟ انت هنا المفروض ما تعرفش حاجه عن هندسه ولا ما عرفش حاجه وما تشتغلش في هندسه خالص عشان ايه؟ تموت على العالم. فالاخ النبي كان بسيط طيب راح يشكي الاب اعترافه او يعني محتار، قال له تجيبوا له اعمل لنا تصميم عايزين نبني سهريج. قال له حاضر. وجه راهب معين قال له لا بلاش تشتغل في الهندسه والحاجات، انت تعيش كده راهب بسيط وما تكونش انك مهندس ولا تعمل حاجه. احتار بين الراي ده والراي ده، فراح الاب اعترافه وبين مات مسكين. قال له يا ابونا الموضوع كذا كذا، اعمل لنا محتار اسمع كلام انبا توفيلوس ولا كلام الراهب ده اللي بيعلم وبيرشد بدون يعني معرفه بدون وعي كده، اسمع كلام انبا توفيلوس ويا ابني الشغل في الدين مش عيب ولا حرام، ده عمل يا دين. كان زمان انبا بخمس اب الرهبنه زمان اب الشركه كل راهب يشتغل في المهنه اللي بيفهم فيها. انت مهندس تشتغل في الهندسه، واحد مثلا في التجديد يجلد، واحد في الاحذيه وهكذا. المهم يعني كل واحد يشتغل في مهنته في الدير، يخدم الدير وتراب الدير بالمهنه اللي ربنا وهبها. انت يا ابني مهندس مش عيب انك تعمل سهريج في الدير، ده شغل عمل يدين، مش لازم تقعد في المطبخ تقشر بصل وتوم وتطبخ عدس وفول او ده زي ده. بس وفعلا ابونا موسى قعد وعمل تصميم وبنى السهريج فعلا وطلعت مشروع ناجح ناجح تمام. فقام ذو سفرح اول لما لقي السهريج نافع ومشروع راح رسم ابونا موسى لاسيس نفس السنه بتاعت رهبرته. يعني ابونا موسى ترهبر هو داخل الدير قلنا 10 مارس وترهبر في سبت النور، كان انت بيحب يرهب في سورة الليلة سبت النور الجمعة الكبيرة آخر النهار. فترهب أبونا موسى سبت النور في أبريل، شاكة 16 أبريل حاجة زي كده يعني أبريل بس عيد القيامة بيبقى في أبريل. فترهب في سبت النور وبدأ بيشترك في السهريج وشطبه. فأول ما كمل السهريج قامت وتسفرح دي راح رسمه أسيس بقى بره الدور خالص، كان لسه صغير سنة راح طالب سنة يعني ما كملش سنة. كنا داخل الجيش في مارس اترعبت في ابريل، وفي سبتمبر لما كمل السهريج راح رسم مؤسس
وعمل ورسم مفاجأة برضه، ما كان ابونا موسى عشان شماس وصوته حلو كان يلبس كل حد عادي، كل حد وكل يوم كمان، كنا احنا كده طبيعي نتناول كل يوم، وانا كنت شماس برضه نلبس كل يوم شمامسه ونتناول ونبقى على اهلنا او على شغلنا. ابونا موسى يوم حد من الاحد لابس الدنيا برضه كان معتاد ومش عاطي اخواتنا زي ما بيقولوا، وفوجئ بعد صلاه الصلح ان ما تفيدش راح مكلبش وكده وعقر يده رسم، قال موسى بيبرز بكيروس خلاص وضع يده رسم بس، ورسم وقسيت فجاه مكافاه لانه عمل سليم مع انه سنه رهبنه، بس كان صوته حلو ومؤدب وكان بسيط زي الطفل الفريق ابونا موسى ده، كنا مسمينه موسى البسيط زي حكايه بولس البسيط. موسى البسيط اللي هو أبن أندراوس، ورسم قسيس حتى يوميا بقى ابونا مكتاوس القناوي ده تدخل عمل حاجه لطيفه قوي، كان وقتها في راهب قديم في دير مركون ما اترسمش قسيس، وقبل ابونا موسى اللي هو ابونا بشاي اللي اتنيح بقى، سمعت على ابونا بشاي مش بشاي ده كان فيه بشاي واللي اتنيح في الصعيد افتكر وقعت عليه دور ميه ولا حاجه في الصعيد في بوتيك حاجه ده كده. فالمهم ابونا بشاي ده كان اقدم في الرعبنه ما اترسمش كاهن، خلال ما قام بتوليس على باب الهيكل وبيحط اليد على موسى ورسم وكان قسيس ويعني اعطاله الرشم الاول وكده موسى بيبرزيتيروس، راح ابونا متقوس راح جايب ابونا بشاي قال طب يا سيدنا اكبر بخاطر ابونا بشاي، فراح تقابليه في الرعبانه وفاتوا الدور قالوا ده غاب يا ده ورسم، فكان ابونا متاوس القناوي له فضل ان خلى ابونا بشاي اترسم، قالوا طب يلا هات لانه كان قديم وفاتوا الدور، فابونا متاوس صعب علينا ابونا موسى الصغير يترسم وابونا بشاي القديم ما يترسمش، وزار ابونا بشاي كمان كانت تلاته جنب ابونا متاوس كانوا ساكنين جنب بعض. وفين بالظبط؟ جنب الحته اللي فيها ابونا باسيليوس دلوقتي. ايوه. وكان قدام حتى نخله حلوه بتاعت العذراء فيها بلح نادر او بلح جميل قوي، بس اتقطعت للاسف النخله دي سمعته وزعلت قوي، بس فكان ابونا متاوس وابونا بشاي جيران، فابونا متاوس يعني طول عمره شاهم واصيل وحقاني، فلما قال لي ابونا موسى الرب بيترسم اسيس وابونا بشاي مكون راح شاده وقال له سيدنا سيدنا يعني اكبر بخاطر ابونا بشاي كمان يعني فات الدور، قال له طيب هاتوا زي بعض، وراح رسم الاثنين وكانت فرحة حلوة. في نفس السنة ابونا موسى اترسم راهب وقسيس. وبعدين ايه؟ اكمل بناء السهريج. كمان بالمرة اقول لكم حاجة، بالمرة عشان نشوف تاريخ ابادنا اللي انتقلوا. كان بقى في طالب في تالتة هندسة مش بكتورس تالتة هندسة والمدرسة احد البطرسية اسمه كمال وهب حمد. وكان ساكن في حي القبة. وزار كان وحيد كمان، كان طويل كده طويل، وكان متعود باستمرار برضه يجي الاجازات في دير السريان، كان معظم خدام مدرسة احد المبروكين يجوا خلوة في الاجازات في دير السريان، كان هو الدير الوحيد اللي فيه رهبنة روحية ومدارس احد وحاجة زي كده. رهبان من مدارس احد يعني. فكمال وهب حنا ده هو تالتة هندسة جه يزور الدير في الصيف 55، لقي الدير قايم بمشروع بناء السهريج، فاشترك مع ابونا موسى في التصميمات وبدا بناء السهريج، وتم السهريج بنجاح. فالاسقف عمل حاجه حلوه، راح زي ما قلنا رسم ابونا موسى قسيس مكافئه له، وكمان وهبه ده اللي في ثالثه هندسه بعد ما قعد مده في الدير كام شهر كده اتبسط، قال لنا ايه بقى؟ طب انا هنزل اعمل ايه؟ اخد الشهاده وبعد ما انا جاي هاجي الدير هاجي الدير هترهبن، يعني اقعد انزل سنه عشان اخد بكالوريوس هندسه وبعد كده هاجي، يعني بكالوريوس هندسه الشهاده دي اعلقها في المطبخ ولا في المجمع؟ لا انا هقعد مش هكمل، مش مهم، مش عايز الشهاده، مش عايز فخر انت كمهندس وكذا، لا انا هقعد دلوقتي خلاص. وقعد خد اذن من ابا اعتراف وابو نمات المسكين وافق له وقال لي اما توفيس وافق له وقعد وترهبن. سميناه ايه؟ ابونا اشعيا. ده بقى المتنايح ابونا اشعيا اللي هو بعد كده تابع ابو نمات وعمل الجوله الطويله بتاعت وادي الريان ودير قصاموين وابو مقر وتنايح في ابو مقر، ده ابونا اشعيا. فكان يعني دي حاجه لطيفه انه يعني جاي يدير علماء يا ضيف، فاشترك في بناء الشهريج وحب الدير ورهبنه، فقال لك انا هنزل اعمل ايه؟ اقعد اترهبن كمان، وقعد اترهبن. بعديه بقى انا اترهبنت في يوليا 55، ابونا موسى اللي هو قبليه طوال ابريل 55، وابونا اشعيا في سبتمبر. يعني انا اخر يوليا 55 اترهبنت، وكنا ثلاثه زي ما قلنا مين؟ كنا في ترتيب الرهبنه داوود السرياني اللي هو حقارتي وضعفي، نمرة اثنين ابونا شمس السرياني اللي هو انبي يؤنس اسقف طنطا اسقف الغربيه رمزي عزوز سابقا، والثالث ابونا كرولوس المقارب دير مارفت هو اللي اترهبن معانا الثالث، ده برضه كان جاي ضيف
ولا عنده فكره رهبنه ولا حاجه، وجاي ضيف من انبنطلس وشوه من شبرا، ما احنا ثلاثه كنا من شبرا، داوود وشنودة السورياني اللي هو رمزي عزوز وابونا كرولوس، احنا ثلاثه من شبرا وحته واحده منطقه الانبنطونيوس وشوكولاني وكده. فلما لقينا انا هقعد اترهبن ورمزي عزيز هيقعد، لما شافني الحقيقه وكنت انا عامل حاجه كده روحيه حلوه قاعد يقرا اتاثر، اولا خلاص اقعد كمان مش هنزل اترهبن. فصمويل ناشر اللي هو ابونا كرولوس لما شافنا احنا الاثنين من شبرا ومن شوكولاني وانت انطونيوس هنقعد اترهبن، قال انا اقعد انا كمان. ده على اخر يومين كده كان جاي بالبدله يعني بقميص وبنطلون مش جاي عامل فكره رهبنة خالص. فلما قابل رهبنته بليلتين قال له ابونا مات وقامت وافقوا، حتى يوميا طلب مني جلابيه بتاعت المجمع، كنا بنلبس وقتها جلابيه بيضة قديمه كده مبقعه ومقطعه عشان المجمع والمطبخ، فطلب مني جلابيه معينه، ما عندوش جلابيه كان جاي برجامة، عطيته جلابيه قديمه عشان ليله بس يعني وترهبه. بس يعني وترهبن يوميها داوود وشنودة وكرولوس. بدأ بي أمل أوفيلس أعطاني الاسم وقال لي إيه؟ قال لي يا ابني تحب تسميك إيه؟ قلت له تشوف يا سيدي، أنا كنت وقتها بقى كنت صغير وخجول، كنت مؤدب قوي. أضحك معاكم على حكيت مالي دي تزعلوش، أنا مرة بقول كده أنا كنت صغير وكنت مؤدب قوي. فرد على واحد من الرهبان الطيبين وموجود ده في ده في كريسما، قال أنت كنت مؤدب مال دلوقتي إيه؟ بقول له دلوقتي بقى المعاشرات الرياضية تفصل الله يخليك جايين. يعني كنت اتعلمت الشقاوة والأدب هنا اتعلمت منكم يعني كنت معاه. بس وكنت الأول بقول لك ذوق، كنت مؤدب أو خجول ومطيع وكنت حاجة تانية خالص غير كده. فقام توفيس وهو بيرهبني واقف على باب الهيكل بيقول لي يا ابني تحب نسميك ايه؟ قلت له نشوف سيدنا، ما انا بقى مؤدب وخجول ما اقدرش افتح وضو عايز كده وانا ما طبعا لسه خالي الذهن خالص. قال لي تحب نسميك؟ قلت له نشوف سيدنا. قال لي بس قول يا اسم. قلت له تشوف سيدنا، ما انا ما اقدرش اختار حاجه. عملنا كده ادب الرهبان وكان واقف مع الاثنين اللي زكوني بقى مات المسكين اربع طرفنا وبنا انطلس وقال بشنوده. قام بشنوده بقى تبنى تزكيتي ودافع عني فما قال لي يا ابني ده صغير. قال لي بس ان انا نبي وكويس قوي. قال لي احسن يتعب هنا. قال لي يا سيدنا اللي خلاه ساب الطب ودخل الكليريكال وهو 16 سنه وما ندمش ونجح، فبرضه نط من الكليريكال الرهبان هينجح وفعلا. فقال لي تحب نسميك ايه؟ قلت له تشوف يا سيدنا. كرر في الاخر قال لي انت يا ابني حضرت المتنيح ابونا داود المقاري؟ قلت له ايوه سيدنا، وصليت معاه وتناولت من ايديه. قال لي ده كان راجل طيب، يعجبك اسم داود؟ قلت له يا سيدنا ما استاهلش تراب الاسم ده. قال لي خلاص هنسميك داود. فعلا راح مرحبني باسم داود السورياني، داود راهب على دير العذراء السوريان بسخيت مكاريوس بريت شهير. وبعد كده قال ها اللي بعد مين تاني عايز يتراهب؟ جه رمزي عزوز ده لوان بقى يؤنس ابونا شنوده برضه حب يحبس ابونا شنوده بقى حامي شويه، انت عارفين طبعا كان حامي كده ما يعرفش الهزار ولا الدلع. فبرضه حب انت ناكل معاه ليه كده رمزي عزوز حمش راح قال لك المخلص راح رسمه قال له هنسميك شنوده. والظاهر الاسم ده عجيب قوي، يعني ايه السبب اسم شنوده؟ اقول لك ليه. هو كان وهو علماني مطلوب ان يروح يترسم قسيس في سوهاج، وسوهاج بيدير الانبا شنوده، كان انبا طيس عايزه ما عرفش شافه فين، قال له بره او السر كان زار الصعيد مش عارف اللي حصل يعني. انبا طيس مطران سوهاج كان عايز رمزي عزوز ده يرسمه قسيس متجوز في سوهاج عند رهبني وعطاني اسم داود السورياني رهبن رمزي عزوز سماء ابونا ايه شنودة السورياني. وبعد كده بقى ما كناش فاكرين ان الثالث ده علماني رهبان، ما حدش عارف ايه خالص ده على اخر لحظه. فقال مين تاني في حاجه تاني عايز يترهبن؟ راح طالع بقى صمويل ناش اللي هو ابونا كرولوس ده. حتى يوميها ابونا ارمانيوس المتنيح بتاعنا الطويل ده كان واقف قال ده بيطلعوا منين دول؟ ما عندوش فكره ده علماني رهبان ده ضيف. فلما جه قال له طب مين تاني عايز يترهبن؟ راح تاني بعديا وبعد ابونا رمزي عزوز وقام بيؤنس ابونا شنوده راح طالع ايه صمويل ناشد ده وهو لسه ما بقالوش يومين في الدير. فرد ابونا رمزي قال الله بيطلعوا منين دول؟ جو امتى دول؟ المهم ما تسمع خدش وعطى وناداه قال له تعالى انت عايز تترهبن؟ قال له ايوه. قال له خلاص وراح مسميه كرولوس. بس احنا الثلاثه اترهبنا في ساعه واحده، داوود وشنوده وكرولوس. بس بعدين بقى بشهرين قلنا اترهبن ابونا اشعيا لما بنى السهريف بقى، كمل السهريف بقى في سبتمبر بالظبط، في سبتمبر
قلنا 55 قال له عمل حاجه حلوه، رسم ابونا موسى وهو راهب جديد عشان ربنا سيف، رسم قسيس قلناها دي، ورسم ابونا اشعيا اللي كان عرماني ضيف اسمه كمال وهبه بكالوريوس هندسه، تعرف ثالثه هندسه يعني، رسم راهب اسمه اشعيا. تمام خلاص هقعد في جيب، مش هنزل هعمل ايه بالشهاده وكده كفايه، وهقعد في جيب مش مانيش نازل، راح مرحبا وسماه اشعيا. بس وفي ده قلنا في سبتمبر 55. بعد كده اخر واحد من مجموعه ابونا مات ترابا في دير السرير، قبل ما ننزل الزعلايه المهمه دي واقول تاريخ دلوقتي، ده تاريخ نحب نسجله برضه. كان ابونا ديوناسيوس اللي هو المتناح بينا. ديوناسيوس ده كان اسمه رمزي عزوز، كان مدرس، افتكر مدرس علوم حاجه زي كده، كان اسمه عبد السيد رمزي. ومن بلد اسمها اولوسنا. اولوسنا دي في ابرشيت المنيا، محافظه المنيا. عبد السيد رمزي برضو جه الديري ترهبن، ورهبناه في سبت النور ابريل 56، وسماه ديوناسيوس. حتى اللي اخترع الاسم ده كان موجود وايب عطله اللي هو انبا غروريوس، كان بيحضر معانا اسبوع الالام، فقام بتوفيد الساعده فقام بتوفيد، كان يحترم هو وايب عطله بيكرمه، وكان نفسه انه يترهبن عندنا دير السريان، عارف انه متبتل وهيبقى راهب راهب، فكان بيكرمه قوي، يحبه جدا، بيحترمه قوي، وعشان كده نفس انبا غروريوس كان يحترم انبا توفيلس قوي، وعشان كده حضر جنازته ونياحته ودفنه في دير السريان، جه بنفسه انبا غروريوس حضر كل حاجه، لانه كان يحترم انبا توفيلس ويحبه قوي. فانبا توفيلس بيسال وهيب عطله في اسبوع الالام لما كان سنه 56 بيحضر معانا، فقال له عندك اسم حلو قوي يا دكتور وهيب، عاملين رهبه من الاخ ده، شوف لنا اسم كده نادر حلو. قال له ديوناسيوس، ديوناسيوس الاريبالي، ورد سفر ورد ذكره في سفر الاعمال، فسر قال له خلاص، وراح نسميه ديوناسيوس في سبت النور 56. كان بعد كده بقى ابونا مات المسكين لما مسك ربيته ست شهور واختلف معاه بتوفيق، راح سايب له الدير وخد رهبان العشره وخرجنا. ده الخروج المشؤوم اللي هو عمل خراب وتعب وندم لغايه دلوقتي يعني،